إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. النهاردة معلومتنا الطبية عن مرض اسمه الحزام الناري، وده بيحصل بسبب عدوى فيروسية بتعمل طفحة في الجلد، بس مؤلم جدا لأن الفيروس ده بيعمل التهاب بيصيب الأعصاب، وبتظهر الالتهابات دي على الجلد من بره على شكل حويصلات أو بثور صغيرة جنب بعضها في صورة شريط لونه أحمر شكل الحزام، علشان كده سموه الحزام الناري، وعادة بتكون في جنب واحد بس من الجسم. بيبدأ الأول في صورة إحساس بالحرقان في الجلد في مكان محدد بدون ظهور أي علامات على الجلد، لكن بعد أيام بيظهر الطفح الجلدي المميز الشكل بتاع الحزام الناري في صورة اللون الأحمر وعليه البثور أو الحويصلات المملوءة بالسوائل، والبثور دي بعد كده أو الحويصلات دي بتتفتح وينزل السائل اللي فيها وبتعمل قشرة مكانها لحد ما تلتئم وتختفي تدريجيا. المشكلة دي بتحصل غالبا للناس اللي مناعتهم ضعيفة، وخاصة عند تقدم السن أو وجود أمراض تضعف المناعة زي السكر أو الأورام. الحزام الناري بيتعالج بأقراص مضادة للفيروسات مع بعض المسكنات، وبيتماثل فعلا للشفاء خلال من أسبوعين لست أسابيع. فاصل وهنسمع معلومة كمان. من العمليات الجراحية اللي بتجرى كعلاج للسمنة وبتنجح في تحقيق نتائج جيدة جدا عمليات تكميم المعدة، لكن من أحد التوابع الشائعة لهذه الجراحات جراحات تكميم المعدة، واللي بيسبب إزعاج للشخص اللي عمل العملية دي، هو الشعور بالحموضة أو حرقان فم المعدة أو كأن جمرة من النار في منتصف الصدر بعد إجراء العملية، وده بيحصل في حوالي 30% من الناس اللي بيعملوا عمليات تكميم المعدة. في العمليات دي بيتم تصغير حجم المعدة بأنه يستبعد حوالي 80% من حيز المعدة، وبالتالي بيقلل من الحيز اللي بيستوعب الطعام، وبالتالي الشخص ده بيشعر بالشبع من أقل كمية أكل، وبناء عليه يفقد كتير من وزنه. الشعور بالحموضة بعد العمليات دي بينتج عن حدوث ضعف في العضلة القابضة بين المريء والمعدة بسبب زيادة الضغط عليها، ولما بتضعف بيتسرب حمض المعدة ويرجع من المعدة للمريء، وبيسبب الشعور بالغثيان والحموضة المزعجة. الأعراض دي بنقدر نتغلب عليها ونعالجها بتناول أقراص تقليل أو منع إفراز حمض المعدة، مع الاهتمام بتجنب الأطعمة اللي بتزود الأعراض دي زي الأطعمة الدهنية والحارة أو الحمضية أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين. دمتم في صحة وسلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.